طبعا أنا الحقيقة تربيت في وسط عائلة من أب وأم، وعشت معهم، وكنت أنا تقريبا الثالث منهم، فترعرعت في وسطهم إلى حيث إن ما وصلت يعني سن القبول للمدرسة، ومن ثم بعدين ولله الحمد التحقت في مدرسة الهداية الخليفية حتى الحضانة، ما أدري الروضة ما رحنا كما كمان ذاك الساعة ما كان موجود، فالتحقت بمدرسة الهداية الخليفية في سنة 1952 ولله الحمد، مشيت إلى حين ما وصلت والحمد لله، كنا مع الأساتذة وكانوا أساتذة كرماء من مصريين ومن فلسطينيين من لبنانيين ومن بحرينيين، وكانوا أساتذة فاضل الحقيقة في ذاك التاريخ اللي يحتفل بهم ويقتدي بهم والكل يحترمهم، ولما تشوف الأستاذ يعني من بعد 100 متر نهار ثاني أنت بعد خلاص ما تقدر تروح المدرسة من الخوف من الخوف. نعم من الخوف الحين ما شاء الله يعني التلاميذ كلهم أصدغال الأساتذة الحين، فكملت هذه. ومن ثم بعدين ذاك الوقت سلمك الله كان في برنتس بابكو، فياو عادة في كل طالب يخلص السنة الدراسية السادس ابتدائي، هو نسميه رابع ابتدائي بعد يسموه سادس ابتدائي، فقولوا للي يحب يروح برنتس بابكو أساس يشتغل ويتعلم في برنتس في المدرسة ذي، وكان أمنيتي أروح. ومع الأسف لما رشحت نفسي إنه أروح بابكو، لما وصلنا إلى الفحوصات النهائية وكذا الأشياء ذي، قولوا والله يا أخي كنت نظرك شوي ضعيف، عين واحدة شوي مو بستة على ستة، فإحنا نبي يعني ستة على ستة، ما يصير وتكدرت حقيقة وصحت وحاولت وبغيت وكذا ومحاولات وذي وذي، الظاهر كمان قال نصيب يعني. وبعدين بعد كم من يوم يعني واحد الله يرحمه ما دي موجود المجسم ناصر كان يشتغل في بابكو، وكلم النسيب يقول والله أنا والله الولد يعني يحب يروح يتعلم، لأن برنتس أقوى مدرسة كانت في بابكو على وجه يعني باللغة الإنجليزية وبالعملية، فييد سلمك الله قولوا خليه رجعوني مرة ثانية، رجعوني شو هذاك الساعة لما رجعوني أنا ضربت بريك قلت لا والله أنا الحين أروح أدرس، لأنه أسمع يقولون الطبيب مهندس ماري كذا ماري كذا ماري كذا، يعني أسمع يعني شوي من نوع اللي وعيت حق نفسي، قلت بس الحين أنا ما بيروح، وهونت ومارت تركت الوظيفة بابكو والترشيح اللي ياني، قلت بس الحين ما برايح. وصلت الثانوية ذاك الساعة يعني كان أساتذة أفاضل، كان في أيام الأستاذ إبراهيم عبد المحسن كان مدير المدرسة، ومع مجموعة عندنا كانوا يعني كثيرين، والله يرحمه كان عبد الله الغرير اللي كان قبل توفى بعد الله يرحمه، هو كان شجعني إنه واصل المدرسة، فواصلت المدرسة لمك الله إلى رابع ثانوي ذاك الوقت، ذاك الساعة التوجيه ما كان موجود يعني الرابع ثانوي، فوصلنا الحمد لله، وشوي شوي 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 ليه بعدين دش في دمي أفكر إن أبي أشتغل، يعني عائلتي بحاجة إلى ماسة إنه أنا أوقف وياهم، فحاولت إنه يعني أدخل في مجال عمل. الولد كان يشتغل سلم كان هو يعني مقاول ويعني أعمال بسيطة يعني، لكن مو بلهل الدرجة، وكان عندنا يعني شعب وفي كلهم تقريبا كانوا يعني من الدول العربية خاصة دولة يعني عمان، كانوا يعني ذاك الساعة يعني موجودين ولله الحمد، يعني مقاولات بسيطة بنائي، فدخلنا طال عمرك على الـ على الـ على العمل، ومشيت وقمت، وأول ما اشتغلت عند
سفرية كانو. سفرية كانو كان سلمك الله قاموا أرسلونا إلى وين؟ إلى ميناء الدمام. إلى ميناء الدمام كان قبل الجسر. قبل الجسر نروح في اللنجات ونجيب اللنجات ومن الخوف ومن الأمواج البحر وكذا. يعني الحقيقة الواحد يعني شو أقول لك، لكن المخاطرة كانت حلوة، نبي نخاطر. فاشتغلت عند كانون تقريبا في البواخر، اشتغلت في البواخر ثلاثة شهور، وننام في الباخرة وناكل الباخرة ونشتغل الباخرة. وبواخر تيب أشكال ألوانها زين، يعني كانت يعني، ومعي مجموعة من البحرين بعد كانوا يزاهم الله خير، الله يرحمه، في ناس توفوا. فالحقيقة مشينا في هالموال ثلاثة شهور، وكب ثلاثة شهور كنت هاي مو بعمل يعني، ولا تشوف هلي ولا تشوف شيء، ما مشي إلا أرجع. قمت رجعت وبعدين فكرت وين راح أشتغل. رحت اشتغلت عند محل تاجر اسمه جاسم المطوع عند بليت منام ذاك الوقت. فرحت اشتغلت عنده فترة طويلة يعني، وكنت أسجل يعني، تدري التجار ذاك الوقت يدورون على واحد باش كاتب يكتب بس دم حساباتهم أشياء مذي. فأنا كان من خبرتي اللي أخذته يعني من خلال عملي في مع كانو، قمت أسجل الوارد والصادر يعني، بس أرقام صادر ووارد يعني، ما في محاسبة، ما في شيء مثل الحين وذي زين. وفي نفس الوقت قلت الحين أنا قاعد، ليش أنا ما أدرس؟ خلني بعد أدرس. قمت وسلمك الله دخلت مدرسة المسائية، وكان الله يرحمه جميل الجشي واستاذ قاسم حسين إذا موجود الله يطول عمره، يشتغل عند مؤسسة فخرو. فهذه بعد كان إذا الله خير شجعني، فدخلت قسم المحاسبة لمدة سنتين لين تقريبا سلمك الله يعني أخذت يعني فكرة محاسبية عادلة بعد وتمكن. ومن ثم أتذكر في ذاك السنة سنة 1965 دار علينا برودة شديدة، اللي يعني ما قط مرة في حياة الإنسان في البحرين مر عليه. السماء كله ثلج، البحر كله السمك على الأسياف مكود، ومن كثر الأسماك اللي موجودة فوق الأسياف احنا ندش البحر في ذاك البرد القاسي اللي إنسان يعني شو أقول، يحط الحين لو حط يدي أرتعد على الجذر، لكنه ما همين داشين البحر اللي هني نجمع أسماك سلمك الله هاللي لا يثمل البرودة من كثر البرودة في 65، ونجمع السمك كذا أشوي ذي. ومرت علينا ذيك البرودة اللي ما شفنا في حياتنا، أنا والعيال والأخوان والمامي وذي وكل اللي نروح في ذاك اليوم على ساحل هني، قبل في ساحل مال العريف هني لما نسميه العريف هني البحر. فيعني كان أيام جميلة حلوة ولا افتكرني مو بالحين إلا ذي إلا كذا في أمور كثير مثل عيال الحين ما شاء الله. فالمهم تالي كنت فكرت الحين وين أروح. فكان والدي الله يرحمه وعمي الله يرحمه كانوا أصدقاء ذاك الساعة، أحمد العمران الله يرحمه أستاذ أحمد العمران المربي الكبير ذاك الوقت، هو كان معاون البلدية. اشتغل في البلدية، أحمد العمران اشتغل في البلدية. لا محرق فكان لسله أبوي لأنه كان دائماً معاه وكذا أشي أمور دي. فيه وراح كلمه قال لي عندي الولد يبي يشتغل، قال هات البلدية. ورحت والله، كان الله يرحمه إبراهيم المحميد كان ريال طيب، وعيسى الحادي الله يرحمه كان من فقهاء والثقافة اللي كان زايد على الحقيقة يعني معاون البلدية، قال هاته. واشتغلت في البلدية يعني شو أقول لك، يعطوني أعمال خفيفة مني أشيش. واشتغلت لين تدرجت في الوظيفة، تدرجت وصال تالي حطوني مساعد أمين صندوق، تالي صرت أمين الصندوق في البلدية يعني أمين صندوق في البلدية كذا. بعد فكرت
وكانوا عندنا محاسبين يون يحاسبون يعني أعمال محاسبية للحسابات الختامية اللي في البلدية. كان والله يرحمه الشيخ راشد بن إبراهيم، وكان في عندنا مؤسسة ما أدري أي مؤسسة كان محاسبة. قالوا أنت، قال لي شيخ إبراهيم ما تبي تشتغل في المالية؟ قلت بلا، ليش ما أبي أشتغل؟ طماع سلامك الله، كنت طماع. قلت أبي أشتغل في المالية، وقمت سلامك الله ورحت. قال لي قدم رسالة. ذاك الساعة السيد محمود الله يرحمه العلوي كان وزير المالية، وزير المالية القديمة قبل على الجسري عند بيت المستشار هني عند القنصلية البريطانية. فقدمت قال لي مقبول، لكنه يجيب رسالة موافقة من مدير مالك. زين، قمت قدمت رسالة حق مديري معاون ذاك ساعة عيسى الحادي إبراهيم محمود. قلت والله أنا بنتقل عبارة. قال لا ما تروح. قلت بيعطوني كم بيعطك ساعة؟ بيعطوني دينارين ونص زيادة. زين دينار ونص. قال لا ما تروح، لا تبقى هني، إحنا بنخليك أمين الصندوق. زين إحنا بنعطيك خمسة دنانير يعني 50 ربوي ذاك الوقت، وبنخليك أمين الصندوق. أعطوني 50 وطلّيت أمين الصندوق. ظهر كان مالي نصيب إنه أروح المالية، وحتى ذاك الساعة خليفة السعد اللي موجود الحين مدير أملاك الشيخ خليفة رحمه الله موجود، هو كان سلمك الله يوسف الشيراوي الله يرحمه ذاك الوقت بعد. زين كان رئيس المجلس أعتقد كذي هاللون. فقالوا لي وظيفتك إنك تمسك السجل التجاري. ذاك تول بسجل التجاري مبتدي، ما في سجل تجاري ذاك الوقت، توهم بيبتدوا في سنة 1961. المهم جيت دائرتي عشان أخذ موافقة أو ودي حق سيد محمود. قال لي أسمح لنا ما نقدر تروح، إيه لسيني أمين صندوق، إحنا بنزيد 50 ربي وخليك على ما هو لا تروح. إني قمت كدرت وحزنت كثير، لأن بروح المالية غير البلدية. لما أقول حق عيال وين تشتغل؟ تشتغل في البلدية، بلدية شغلت ما تنفع. المهم سلمك الله رحت واصلت وياهم تدرجت سلمك الله تالي مشرف إداري، تعلم مشرف إداري تالي سوين رئيس الكتاب، وهكذا شوي ترقيت سلمك الله إلى حيث بعدين، لأن كانوا تواقبون علينا. كان عندنا أول عيسى الحادي الله يرحمه راح، بعدين يانا عبد الرحمن أبو الفتح كان مراقب البلدية ذاك الساعة، كان وزارة البلديات والزراعة، وكان الوزير المرحوم الشيخ عبد الله بن خالد الله يرحمه طيب الله ثراه. فمن ذاك الوقت تميت تالي عبد الرحمن بعد ترك البلدية وطلع راح البنك. بعدين ياني الله يرحمه طيب الله ثراه الشيخ ماجد بن ناصر آل خليفة، يوبو من الدفاع في مارس 1968 يوبو وحطوا لنا سلمك الله بالبلدية. وبعدين تميت وياه شيخ مايد من طيبته وأخلاقه، وشو أقول لك يعني مو بشيخ يعني شيء يعني غريب يعني، وعنده يعني العطف والتعاون أشي. ظليت وياه وشوي وبعدين رقوني مساعد مراقب، وكان مراقب. وبعدين كاني الله يرحمه الشيخ عبد الله بن محمد، يعني رجل طيب الله ثراه، وكان إنسان يعني يفهم الموظف ويقدر الموظف، ودائما يعني الموظف عنده شوق لك يجعلك أنه واحد من عياله. فظل إنه في البلدية إلى سنة. كان سن ربيع كانت تسوي في الوقت ذاك. حسنًا كلا لا، إنه هم 50 ربية ذاك سنة يعطوني زيادة على راتبي، لأن الراتب كان 450 ربية. إيه فأعطوني زيادة إغراء على أساس أنا ما أترك العمل.
كله كامل 500 روبيه. اي عشان ايه؟ عشان ما اترك العمل سلمك على اروح الماليه. مبلغ يعني كانت يعني 500 خمسة تشتري لك أربع خمس أراضي، ست سبع أراضي تشتري لك، لأن أراضي كانت على نص ربوية، على 150 فلس، على 200 فلس ذاك الوقت، 300 فلس ذاك الوقت، يعني يعتبر رجل غني. أوه اللي عنده 50 ربوية بعد ما يحتاج بعد. إيه ذاك الوقت يعني، بس الناس ما كانوا عارفين إن الدنيا بيصير هاللون، فهمت شلون؟ فيعني يعني وتميت ظليت في البلدية إلى حيث ما الله يرحمه توفي. لا يتوفي الشيخ عبد الله بن محمد الله يرحمه، توفي وانتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه. وإيه الشيخ خالد بن عبد الله اللي هو حاليا نائب رئيس مجلس الوزراء وسلمان إذا الله خير يانا، وبعدين ايه اسوي، قالوا نبي ندور المراقبين، كنت انا مراقب وقم ما راح شيخ مايد الله يرحمه توفى، خلوني مراقب مكانه. قالوا نبي ندور المراقبين على اساس انه ذي وديني وذي وديني كذا. قمت انا نصيبي صار في عالي، ودوني عالي، كنت الحين انا في المحرك 30 سنه اشتغلت، الحين بتودوني عالي يعني صعب يعني. فالله يرحمه كان سيف البن علي قال لي انت روح وشوف، ولين يعني تمللت من شيء، بس حط مشتك كل يوم الثلاثة تعالي هني وبعدين روح راح البيت. قلت أنا ما يعيون لازم أنا بشتغل، وظليت سلمك الله في عالي في لي سنة 1996. 96 انطلوني إلى مدينة عيسى مراقب، بعد ظليت مراقب بقيت مدينة عيسى لي سنة 97 تالي تركت. ففي ذي الحالة قال لي دي سيف البن علي الله يرحمه، قال لي شوف الشيخ يجي يوم الثلاثة، انت بس مو لازم، انت بس تعال يوم الثلاثة حط بشتك وسلم عليه وإجلس، لا تروح مو لازم. قلت لا بشتغل انا. قام انقلوني 97 المدينة، والمدينة بعدين قمت قدمت استقالتي. قدمت استقالتي. كم سنة قعدت في المدينة؟ في المدينة قعدت تقريبا 10 شهور بس. ما كملت سنة؟ لا لا، كان مدراي زينين بعد جزاهم الله خير، الشيخ الشيخ خليفة محمد بن خليفة، الشيخ إبراهيم بن خليفة، كلهم يعني إذا كانوا ممتازين، لكن بس ما قدرت أتم، لأن الواضح شوي في العمل يعني اللي يبي يعمل ويشتغل ويوسع وينظم ما في مجال. أي فبتظل على الروتين مو بحلوة، الروتين يقتلخ ويقتل الموظف ويقتل اللي انت تبي تراي منك المساعده. فطلعت من هذه وظليت سلمك الله، وليومك ذي تميت عندي مكتب مروحي وكذا وذي. وبعدين طلعت من العمل الحكومي نهائي. اي طلعت من العمل الحكومي نهائي، طال عمرك ابتديت في عمل الخير. كان كم سنه في العمل الحكومي؟ يعتبر 38 سنة. تحديات كان بالنسبة لي أنا يعني صج صج يعني، ما مش عمل سهولة، كله تحديات، لكني كلفت من كثر ما كنت أنا محبوب عندهم وعندي أدلة وكل شيء. الحمد لله كثير محبوب، أعطوني 3 بلديات في آن واحد، أروح عالي وأي جد حافظ، وجد حافظ أي الحد، 3 بلديات في آن واحد. طبعاً هما جزاهم الله خير من محبتهم وعارفين أن ريال أشتغل وما بيمدح نفسي، لكن هاي الواقع وعندي يعني مرسوم بتعييني كذا من شيخ خالد بن عبد الله موجود عندي يعني الملفات عندي، لكن ما في مقابل. يعني الواحد لما يشتغل يمسك 3 محطات وما في مقابل شوي يعني شوي. فهالأسباب قلت قدمت استقالتي، قلت بس خلاص بامشي. والله جزاه الله خير يطول عمر شيخ خالد بن عبد الله، ليش وكذا واحنا التوك للحين، واحنا اذا انتهت يعني سنك كبرت والكذا بنجدد لك وذيك. قلت لا طال خليه واحد غيري يستفيدوا مني، بس انا خلاص مستهلك يعني ما ينفع. ملايين 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 ملايين، وقطوا علي كلمات يجرحني
يجرحني لكنه لازم أتحمل. ليش؟ لأن المسؤول اللي أثق فيني أنا أقعد في هالمكان لازم أكون عند حسن ظنه. لكن كل شيء أنا بروح يقولوني بروح أشتكي لقولولي كذي كذي هاي مو مسؤولية. فأنا كنت متحمل يعني يجرحوني اللي يوصل حتى الكلام لهلي إنه فلان قطوا عليك كذي كذي. قلت لا ما قال لي، بالعكس وما قال لي شيء، شكرني وراح. زين لهالدرجة كنت محتفظ حق نفسي عشان يكون ما بي أحد يعني إن كذا ولا كذا، لأن العمل ما مش عمل ما في يعني إن إنسان يغضب يستحمق ولا يتنرفز، في كثير كلمات جارحة يكتبون عليك المواطنين، لكن من حقهم. ليش من حقهم أستاذ؟ من حقهم سلامك الله إن أنت حين تبي طلب مالك يعني يعني مرمطينك إلا كذي إلا كذي إلا كذي إلا كذي، أنا ما أقدر عجز أسوي له، إيش تبي أسوي له؟ أروح حق المسؤول زين وهو يسوي له وأنا ما يعطيني صلاحيات. شفت شلون؟ يعني هو يقول الحين يروح حق المدير يسوي له وأنا ما أقدر أسوي له، فيجرحونك. فالمواطن من حقه إنه هو يزعل يستحمق ويقطع عليك كلمات، فهم؟ ان انت مو بقد مسؤوليه، انت كذا وانت كذا وانت كذا. اذا الله خير سلمك الله، كان عندنا هو كان بالبلديه عندنا مدير الصحه العامه واحد اسمه يوسف الصايغ الله يذكره بالخير، موجود ايضا في عالي ساكن. البلديه كلفنا احنا بحيث ان احنا سلمك الله نضع خطه دراسه وافيه بحيث توفير العمالة وتوفير المال. كلفني الشيخ عبد الله الله يرحمه وكلفوا لنا انجليز، يبون لنا ثلاث انجليز خبراء، يبون لنا خبراء ثلاث انجليز بحيث ان يدربونا، وطلع نحن ندربهم. اي نعم. ليش؟ لأن انا في المعمعة في العمل افهم من احسن منه هو ميداني. في يوم من الأيام كنا مجتمعين سلامك الله، دشوا علي الإنجليز. أنا سمعت إن صاير في حريجة في مكان ومفروض ما يصير. الجماعة ذلين إحنا الله يعزك الحاويات نبي الحاويات نكنسلهم بحيث ما يصير حاويات، الناس يرمون الله يسلمك أوصاف ما أوصاف في مكان واحد ويشعرون في النار أو في حاوية. إحنا الحاويات نبي نسوي بطريقة خاصة بحيث إنك ما حد يوصل لها، لها قطع تبطل بطريقة معينة بطريقة محكمة. زين دك سعنا ما مش كان سيارات كابس ما مش يعني كانوا يشيلون القمامة على على شنو في البداية كانوا يشيلون القمامة على الله عزك على الحمير، بعدين جات السيارات الكابس ما كابس وأشي وسيارات اللوري ما لوري. ف يعني دشوا الانجليز ومدير مدير الصحة العامة قاعد قاموا وهذه. أنا هني طلعت من طوري واستحمق طارت الانجليزي، طارت الانجليزي. قلت أنت ما تعرف شيء، أنت لو تعرف كم ما سويت هالعمل بتصير حريجة في وسط البيت تحرق البيوت دار ما دار ما. إذا أنت خبير روح ارجع مكان اللي طارشك اللي خبير. صادفنا أشياء كثيرة والنكت والهذي كثير، لو بتجلس من الحين لبكرة ما تك تخلص. ذكرت الدراسة الأول إحنا الله يسلمك نمشي من 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 البيت إلى مدرسة الهداية في الخمسينات. زين كان وين البيت؟ البيت سلمك الله يعني قريب مني تقريبا. إيه كنا نمشي يعني في المطر وفي البرد وكذا ودكسة يعني تاريخ حالة يعني الحالة ما يعني مثل الحين. زين ومجموعة نمشي ومنهم تشاجر منهم هذي ومنهم نزعل ومنهم كذا ونروح بطريق المدرسة. صادفنا يوم من الأيام أمطار غزيرة، جاتنا أمطار وصار هذي. كان شفت مسجد الغاوي؟ هاي مسجد الغاوي هاي البحر يدش لهني، البحر كان يدش سلمك الله لهني. البلدية تجيب
مضخات تسحب المياه وتدفعها للبحر. اي هاي كلها كان بحر، هاي كان كله هني بحر، هذه الاول هني ما في شيء هني. زين فمشينا وصلنا يوم من الايام سلمك الله، قبل ما وصلنا على المس الغاوي هني بحيرات. زين والكل يتغشمر ويدي دس دي وهاي دس دي وهاي ديز، وما ادري شلون انا واحد من الجماعه دزني وطحت في 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 في, في هذه. طبعا رايح المدرسه الحين حالتي حاله وكذا وايش ايش تلقى يعني بعد يعني، لكن طوفنا الامور يعني. زين فيعني كثير من الامور خاصه في ايام الدراسه ايام العمل، ايام العمل وايد مرت علينا اشي كثيره صراحه يعني، من 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 الازعاجات ومن الكلام ومن من الامور اللي يعني ما يعقل. ساعات ساعات يعني ناس حتى يعني مع احترامي لهم يعني ما يصدقون، يجون يبون تزوير ان فلان سوى كذا 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 كذا، لما تيجي تحقق وتشوف وكذا كذا هني خبير اذا يكتشف الخطا والهذه. زين فتلقى الحمد لله يعني تحل الموضوع بهدوء اعصاب. العمل الخيري طال عمرك دش ابن، تعلمت من ناس كثيرين اللي حوالي وشفت الجمعيات الخيرية والجمعيات الصادقة. مو بالحين عندنا 750 جمعية ما تعرف عددهم ما تعرف كذا أشياء، الأول جمعيات محدودة لكن ولله الحمد يعني كانت يعني مسيطرة وكانت يعني وافية وتهن على 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 الفقير وعلى اللي محتاج وكذا. وكان لنا سلمك الله دائما في سنة اللي كنت أنا أشتغل على سلمك، سنة اللي كنت أشتغل أنا الشيخ عيسى بن محمد الله يرحمه اللي كان هو الرئيس جمعية الإصلاح، تذكره؟ أي ماذا؟ الشيخ عيسى بن محمد الله يرحمه كان رئيس العمل ذاك الوقت، وكان دائرة العمل وين القصر القديم اللي في القضيبية، القصر القديم كان هني هني. وكان جميل جشي كان مدير الخدمات الاجتماعية وأشوني، وكنت أنا سلمك الله ذاك الساعة في البلدية، وفي نفس الوقت عمي يعني أسوي أعمال خير الله يرحمه ودائما يعني يسعي للخير. فسمعت في الجريد ولا يقولون يبون باص، باص حق المعوقين. زين فييد حق عمي قلت والله يا عمي باكو كذي 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 انت ما في احد يساعدهم ولا شاي ولا كذا وذي وذي. قال ليش يبا احنا عندنا الخير ان شاء الله بنشتري لهم باص، وعندي صوره موجوده بعد عندي في المكتب اذا استاذ بتيب اذا تصور. فقام جزاه الله خير شرينا باص من عند كانو وهدينا لهم حق وزاره العمل خاص حق المعوقين. وكانت المعوقه الوحيده كانت ذاك الساعه تشتغل في وزاره العمل هي منيره بن هندي الله يرحمها. وصورتها عندي مع الباص مصوري، اينا مع الباص الصوره موجوده مع كل شيء، وهديناهم وصورت انا وعمي وشيخ عيسى بن محمد وجميل جشي ومنيره، الصوره موجوده بعد. شرينا الباص هديناهم. هني لما انا شفت يعني الموقف والكلام من استاذ جميل جشي الله يرحمه اللي درسني في المحاسبه في الثانويه العامه، هني الحقيقه تاثرت وايد. قمت يعني ما ادري شلون ان انا لازم اعمل مني 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 مني، فهمت؟ يعني لو في الشهر اعقط مثلا دينارين ثلاث اربع يعني تحفيظ قران او كذا يعني تعطف على ذي وذي. فمن ذي ابتديت النقطه انطلقت سلمك الله. عمل فردي كان. عمل فردي انطلقت سلمك الله، وبعدين دشيت في عده جمعيات. دشيت سلمك الله اول شيء في جمعيه البحرين الخيريه اللي برئاسه امين العام حسن دكتور حسن ابراهيم كمال الله يطول عمره حقيقه، يعني هو بعد مستشار للجمعيه هنا حاليا، انا استعين به كمستشار الحقيقه.
دشيت في اشتغلت في عمل تطوعي فترة طويلة هناك سلمك الله، وبعدين ابتديت سلمك الله أسسنا جمعية المحرق الخيري، الصندوق المحرق الخيري. بعد مشينا في فترة طويلة مع ذاك الشماري اسمه نسيت اسمه في غرفة التجارة اسمه إبراهيم عبد الحكيم، الله ينور عليك. عبد الحكيم الشماري كان رئيس جمعية ومحمود سيودي ودريم جماعة، كنت أنا رئيس لجنة المساعدات الخيرية، اشتغلت فترة طويلة وأسسنا الحين ما زلت موجود يوم. بعدين يني في جمعية الكلمة الطيبة اللي قلت لك إني أسسنا الدار وكنت رئيس أمناء الدار المحرق، وبعدين تميت فترة حوالي 10 سنوات بعد تركنا جبنا أسسنا تالي جمعية الأنفال الموجودة حاليا الحين في بسيتين برئاسة حسن الشيخ وأخو حافظ اللي كان كاتب في صحفي، فبازلت بعد موجود وياهم كمؤسس وكيعني استشارة وياهم وكذا دي. وبعدين دشيت في يعني جمعيات خيرية، جمعية التربية، جمعية الإسلامية مع الشيخ عبد اللطيف، وعندك جمعية محرقة الحد يعني مساهم فيها. وييت سلمك الله قبل تقريبا 13 سنة جمعية المحرق التعاونية الاستهلاكية اندثرت بالمرة وانشأت في سنة 1985، ومن ثم ظلت ما في لتقريبا 2010 قالوا نبي تحيون جمعية المحرك التعاونية لأن اندثرت. كنت أنا من المساهمين من المؤسسين، أول مؤسس اللي ساهمنا في الجمعية وأسسنا الجمعية سنة 85 بأسهم، كل سهم دينار واحد تقريبا. إيه صديق اللي كنا في جمعية المحرك الخيرية صندوق المحرك محمود سيودي قال لي يا أخوك نبي نأسس الجمعية ونرجع وإحنا كلنا نكون مع بعض، هذا نبيك تكون معاي والله. وين وكوننا الذي ورفعنا حق الوزارة، الوزارة وافقها وحطوه هو الرئيس وأنا نائب الرئيس. ما زلت للحين من 10 سنة من 13 سنة ما زلت الحين موجود جمعية المحرق الذين التعاونية. فهل أساس مشيت في هالجمعية بعد على طول سلمك الله. فجمعيات خيرية كثير اشترك فيها. لما دار المحرك في 2009 كانوا موجودين في الصالة الأستاذ قبل التدريب اللي كنا احنا فيه قبل أنا بانية حق عمل الخير، فعمل الخير ابتدى من هنا الحمد لله ظاهر أني يعني كان هذي. فاجبروني المنتسبين اللي موجودين حاليا منهم الحين ان احنا ما بنطلع فانت واصل في الجامعية، فرحت سويت أسست الجامعية فسميت دار البحرين لرعاية الوالدين. ايه فمن في دار البحرين والدين فحصلنا مشاكل كثيرة من ناحية الوزارة، قالوا ان انت مالك حق تجمع اموال لان مؤسسة خاصة فيجب انك تحولها جمعية. شوت شيخ دعي الله يطعمه المرور دعي من خليفة قام قابلي انا بسنة واحدة حول مدينة، هو كان رئيس مجلس ادارة، حول جمعية مدينة جمعية المنار الى الجمعية. ولما رحت قريت قانون الجامعية فإذا الله خير تعلم شيخ دعي قال ترى سويت قلبت أحمد جمعية الدار إلى جمعية، إيش في منفعتك والمنفعت كذا كذا، قريت الشروط هاي حلو هاي اللي من حق جمع المال وكذا هذي أقدر عشان أصرف على الجمعية. فجيت وقلبت وهذي فجيت الوزارة في البداية ما وافقوا لأن هذي سر شوي قليل عاد بيني بينك بقد هذي زين. فايد سلمك الله قدم وراحوا معاي الدكتور علي أحمد إذا الله خير الموجود في الجامعة الحين والشيخ ناصر الفضالة أخوذي أحمد الفضالة، رحنا حق الدكتورة فاطمة البلوشي فقالت قلت له والله أنا بأسس الجمعية يعني، قال شنو الجمعية؟ قلت والله الجمعية جمعية الحين اسم ما عندي أنا بيها الحين عندي دار
دار البحرين رعاية الوالدين. قال لي انت اخذها الحين جمعية البحرين لرعاية الوالدين. قمت قلبنا من الجمعية قعدنا نسوي الإجراءات القانونية مع الوزارة مع المؤسسين تدريد يعني صعبة. قعدنا طول اليوم لين لأن أجبروا قلوا لازم قعدنا اليوم يسوون وعملنا كل المستحيل وصلنا نأسس جمعية البحرين لرعاية الوالدين. وظلين جمعية البحرين لرعاية الوالدين برئاسة الشيخ خليفة بن علي محافظ محافظة المحرق والرئيس الفخري للجمعية. إذا الله خير ما قصر ذاك الوقت شيخ خليفة بن سلمان الله يرحمه طيب الله ثراه وبتكليف من الشيخ علي ولده كذا دي أن الولد يصير رئيس الجمعية. فظلينا نمشي على الجمعية وما زلنا وقمنا احتفالات اللي ما لها مثيل. يحضرون 300-400 من وزراء من سفراء من رجال الأعمال. أول عملنا جمعية احتفالية بالنسبة محلي تكريم الرجال الأعمال لهم أيادي لهم بصمات في البحرين. كرمنا في البداية 20 واحد اللي لهم بصمات اللي اشتغلوا واللي أدوا خدمات طويلة وأسماء موجودة في كل كتيب موجودة كتيب إذا بغيت بنعطيك إياها بعد. وبعدين قلنا نفكر نبي نتوسع وسوين السنة الثانية. السنة الثانية سوينا سلامك الله رحنا حق وين؟ رحنا حق اللي هو خليجي. سوينا بحر يعني محلي خليجي. السنة الثالثة سوينا عربي عرب دول العربية كلهم. السنة الرابعة دشينا الدول الغربية العالمية سوينا بحيث ان نتوسع شوي شوي. فمشينا لين ما صار 2019 توقف صار الكورونا توقفنا عن الاحتفالات. لكن الجميع ما شاء الله ماشي واتصالاتنا مع اللي كرمناهم. وكان يعني لما نكرم الشخص الصب نروح نسلم على الشيخ خليفة الله يرحمه بالوفد كامل عندنا الصور موجودة في كل شيء فريح ونروح نسلم عليه الصب والعصر تقام الاحتفالية بحضور المجموعة النخبة الموجودة الحقيقة. فظلت الجمعية ماشية الحمد لله على ما هو الموال إلى حيث ما وصلنا فكرنا إن إحنا ندور مثلا على قطعة أرض نبنيه بمكان. فأطلب إن شاء الله من طويل العمر ملك القلوب ورئيس الوزراء أطال الله عمره أن يكون يتكرم علينا بأرض حتى في المستقبل نبني جامعية خيرية لرعاية المسنين لمحافظة المحرق. أتمنى يعني من ملك القلوب أن يكون يوم الأيام يحن علينا إن شاء الله نحن نستحق أن نكون ممثل جمعية البحرين لرعاية الوالدين بقطعة أرض حتى نبني عليه سلامك الله أرض بحيث أن يكون يصير لنا مثل ما تقول مسكن دائم كذا كذا. فيني قبل تقريبا 8 سنوات منون بقطعة أرض في مكان لكن ما الله كتب إن إحنا يعني وعد وسوينا كل الأشياء دي وتوفر لكن ما تيسرت لنا. فجيت وسويت اتصالاتي مع الوزارة مع وزارة قال شوف لك أرض. ويت هذه الأرض هذه المحلية جيت هاي الأرض كانت مملوكة حق وزارة الصحة وحولتها وزارة الصحة حولناها حق وزارة الإعلام وكانت رأس ذاك الوقت شيخ مي وكذا دي. ويلا يلا يلا كتبنا رسائل وأشي ودي وكذا كذا وما قصر طول العمر هو كتب شيخ خليفة بن سلمان الله يرحمه وحولناه إلى ديوان وديوان إلى ديوان ملكي وقولون الأرض سجلوها باسم الوزارة التنمية. وزارة التنمية بعزاهم الله خير قول أرض عندنا روح تشوف لك متبرع. أي إيه وزاه الله خير. عندي أخ عزيز علي يوسف المحميل اللي هو في مدينة حمد هو صديقي قلت تعال قال خلنا نروح حق محمد كانو
أطال الله عمر محمد كانوا لين الصلاة كبير من زمان من الخمسينات مع أبوه الله يرحمه ونعرفه مزين ولي يوم كذي أتواصل معهم فإذا الله خير قال أنا بأبني لك ولا تسأل عن تكلفة لا تسأل ما يهمك روح والله قالوا عدوا الخرائط وعدينا الخرائط قعدنا 8 شهور مع أعضاء مجلس الإدارة مع الأخ يوسف وكذا كذا لين عدينا الخرائط لين البناية وصلناها الحمد لله ويسلم من الخرائط وهو الأخ محمد كانو الله يطول عمره ويشفي إن شاء الله ويشفي أخو فؤاد كانو بطلال فإزاهم خلت عائلة كانو يعني مدينين لهم طول العمر فإزاهم الله خير قاموا وبناوا ذي ومهما قلنا في حقهم بعدهم قاصرين إنهم عملوا لنا هالمحل دي وسووا صرح جميل جدا لمحافظة المحرق على هؤلاء المسنين من الجنسين. عايز أسألك على نقطة فضل. برضو في شخصيتك يعني أنت فترة بعد الوظيفة أكيد فكرت في الزواج شلون الزواج يعني أنت أيام زمان الزواج غير اليومين دول يعني حكينا على إزاي اخترت أم الحياة الحاجات اللي زي كده والله يا أخوي الزواج ذاك الوقت إحنا يعني شباب يعني إنزين ما كان على بابنا يعني وايد هالدرجة لكن الأم تحن على الولد إنه يبي يستقر وكذا وذي وأنا توني مشتغل اللي ما اشتغلت قال لي ما يكملني البنت بنتنا زين وأنت ولدنا بس ما في عندنا شيء بس نسوي احتفالي وأشي وكذا وذي وذي والحمد لله يعني بنت خالتي خدته زين ومهر يعني أبسط شيء يعني اللي ما يعقل يعني زين في هالوقت ومن ذاك الوقت لما إن 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 يعني يقولون المهر كذا كذا حتى دش في دمي لما زوج بناتي قلت لهم ما بي مهر نسيبي ما خد عليه مهر قلت له والله أنت بتعطيها أعطها أنا مهر ما بي أنا الحمد لله يعني ما زلت هذه وبنت الثاني بعد نفس الشيء قلت له والله أنا ما بي مهر أنا شام قلت له ما أقول أنا والله أنت اللي بتعطيه أعطى أنا ما بي مهر الحمد لله يعني أنت مكتب. ما دفعت مهر أنا دفعت أيام الربية أيام الربية 3000 ربية 3000 ربية 300 دينار يعني كان مبلغ بعد كان مبلغ مبلغ أنا أشتري المحرك بكبره بس أنا ما أعرف دك سأل شيء فالوالدي جزاه الله خير ما قصرت الله يرحمها ويسكن الجنة إن شاء الله فلهم إن شاء الله المغفرة مني زين تذكر مواقف مع الوالدة ها؟ وانت صغير مع الوالدة إيه؟ الله يرحمها مواقف معها يعني مواقف وايد عاد ما ينقال يعني أستاذ مواقف أبوي أو ما والله المواقف كلها عن اللعب اكيد اي كلها عن لعب ال 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 خاصه الولد يبي يلعب دك احنا العاب ما عندنا مثل الحين ان الراشين بوديك كذا بوديك دبي بوديك السعودي بوديك كذا دك ما عنده هاك التيال تعرفتي التيال ودحروي هاي الدحروي دحروي هاي عندنا هاي طار مال السيكة ناخذ ياسين ونمشي ديرود أو إن مثل البنات يلعبون اللكفة وماري شنقايل وماري جيس وماري كذا وذي يلعبون كان أشياء بسيطة ذاك الوقت الحقيقة يعني فهم؟ فمواقف كلها وعندنا شنهو عندنا صور ممثلات أنا أكثر واحد يعني بالنسبة لي أنا ما أدري يمكن واحد غيري بعد أنا أكثر شيء كان مجمع صور الممثلات والممثلين كان مين النجمة اللي تحبها جمالها صور كل يعني صورهم هالكثر والتيال تيال فهم بالألف 1500 تيلة زين هذه كان سلمك الله ويومي تهاوشني الله يرحمه ان الا تروح لكذا كذا زي يوم يوم شمخ يوم الدم فريل يلا ذيك يوم دي يعني فهم تكسى يعني بسيطه الحاله بسيطه فهم
اني بس انت غسل شوي قليل ويا ناكل لقمه قالوا سيد ارقد زين مو بالحين تجلس تداريهم وكذا ويلا يلا بقى يرضون عليك الله يرضى عليهم ان شاء الله يرضى عليك